العافية. كلمة مع الأستاذ جفال بن جبر بن عبيدان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من هذا المنبر الرائع، منبر قناة الواقع. أرفع أسماء التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأيضا إلى الأسرة المالكة وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني المجيد الذي هو بداية لتوحيد هذه البلاد التي نعيش على ترابها ونتفيا منها كل خير. كما أقدم الشكر لقناة الواقع لجميع المسؤولين على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذه الدعوة التي تشرفنا بالحضور هنا مع هؤلاء المتسابقين الذين نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم النجاح إن شاء الله في هذه المسابقة وفي غيرها من المسابقات في جميع مراحل حياتهم. الشكر للجميع، وأشكركم على إتاحة الفرصة، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية، شكرا أستاذ جفال. الآن مع قصيدة وطنية يلقيها نيابة عن مجلسنا العم شداد المطير.